إلى مدينة واليبو، حيث أحبطت فرقة من الدرك الوطني الموجودة عند الكيلومتر 55 شمال المدينة عملية تهريب كميات من المخدرات على متن شاحنة تحمل أطنانا من الخضروات. فريق المكتب الجهوي لقناة الموريتانية على مستوى مدينة واليبو تنقل إلى عين المكان وحصل على صور حصرية للقناة وأعد هذا التقرير. عملية نوعية جديدة تنضاف إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لكافة أشكال جريمة المنظمة وفي مقدمتها تجارة المخدرات. وفي هذا الإطار أحبطت فرقة الدراك الوطني الموجودة عند النقطة الحدودية 55 شمال مدينة واليبو أحبطت عملية تهريب كميات من القنب الهندي المعروف محليا بالحجرة. وتتمثل تفاصيل هذه الكمية فيما يزيد على 369 كيلوغراما بقيمة مالية بلغت أزيد من مليار أوقية. وقد كانت الكمية المهربة على متن شاحنة تحمل أطنان من الخضروات خضعت لعملية تفتيش دقيقة مكنت من إحباط المخطط المحكم لتهريب هذه الكمية التي كانت مخبأة بإحكام أسفل الشاحنة في أكياس حديدية محكمة الإغلاق. احنا عند دخولها عندنا طريقة للتفتيش ممنهجة، نقوم بأوراق السيارة، تفتيش السائقين، تفتيش ذاك اللي بداخله. أثناء وجود وقوف الشاحنة لاحظنا أنه ربما يعود فيه بعض الإثارة للسائق من نفسه سائق الشاحنة، يحاول يسرع على ذاك الأساس للكوات لأنه يستقلوه هو اللي رافض شنه. وفأثناء البحث عنه عندنا مساعدة كلاب الوجار اللي هي الكلاب المدربة هذه، لاحظنا أن الكلاب حست والله عن طريق حاسية الشم، ومما أدى لنا اشتبهنا في الكاميون، لذلك أننا مباشرة قسنا هيكل الكاميون جبرنا في قطع حديدية مو سودي والله ملصقة. أثناءها قمنا بالبحث داخلها، تأكدنا أن فيه مادة المخدرات، وعدنا نطلبوا الناس اللي مختصة بنزل الحديد ونزعوا وبدأنا خرصون حسب عدد الكمية. وتتوفر الوحدات الأمنية المتواجدة عند نقطة الحدود 55 على كافة التجهيزات لضبط عمليات التهريب وتوقيف المتورطين. وحول تفاصيل هذه العملية النوعية يتحدث قائد كتيبة الدرك الوطني على مستوى مدينة واليبو في تصريح حصري لقناة الموريتانية. العملية تمت الحمد لله بتوفيق من الله. هذه الكمية رائعة مطروحة قدامكم هنا، هي عبارة عن 352 حجر، كل حجر يزن 1050 جرام، اللي هي الكمية الإجمالية 369 كيلوغرام فاصل 6، وكانت مخبأة في هيكل السيارة. هذا الركاتية عبارة عن خزان كان أصلا يندار فيه أدوات المتن في الرافعة وفي العجلات الاحتياطية، يندار فيه صناديق المسافرين. وقاموا هم العصابة وقامت بتطوير هذا الهيكل، ركبت عليه هذه السبتة اللي دارت عليه أنكوغات من الحديد، قامت سبق تولين عاد السياني هو الأول اللي كان صنع الشاسي اللي تم تقارن معه، بالتالي ما أحد شافه أحد يفتح هذا البيبان له لا يشوفه لا نفس هذا. هذا الخزان اللي للدبش قلت لكم بركاتي، وداروا فيه أدوات المتن، وداروا فيه الكرعين، وداروا فيه سكورات، ودار فيه راسيون هم يلعبوا لها بدين شبيه اللي هو أنفريغو، وعادة تقعد نقروا لها البضاعة اللي مربوط فيه. وقاموا هم كيف يدخلوا مركبوا عليها هذه اللي اندفعت وداروا القطع، طلعوهم بشيء بقرس، هذا دهنوهم بقرس إياك ما تتسرب الرائحة، وداروا جوانهات على حواشي هذا مكاوت شراء موناتية بزروا الاثنين في هذا الزر وفي ذوك الزر الأخر، وملاوهم من غازوال إياك تعود الرائحة ما تتأخر، حتى ما إذا جاءوا لك لا والله شي شم ولا رائحة غازوال والله قرس. وجوانهات مديورين بحواشي هذا رائحة موناتية زروا الكاملين في ديكوت يعودوا يمنعوا تسرب رائحة المخدرات، ودهنوها هي كي قلت لكم شو رائحة ركاتي مدهونة مدسمة كامل مدهونة بقرس. هذه هي البضاعة، هذا هو البطاطس بومدتير اللي محملة به السيارة بعد 28 طن منها، كان بعد متخطي شهر النيجر راعية ذي فتشناها دخلنا في الكلاب مولي لا اكتشفوا فيها شيء سوى شنو.
الكميات المضبوطة تمت معاينتها من قبل المصالح القضائية المختصة التي أكدت من جانبها اتخاذ كافة الإجراءات لمعاقبة تجار المخدرات والتصدي بحزم للجريمة العابرة للحدود. إن ضبط هذه الكمية يعد رسالة إلى كل شخص أو جماعة تحاول إدخال المخدرات إلى البلاد، فلتعلم بأن سلطات الأمن مجهزة بالوسائل المادية والمعنوية وهي في انتظارهم لضبطهم وتسليمهم إلى العدالة، وأنهم سيلقون عقوبتهم العادلة. وفي هذا الإطار فإن هذا ضبط هذه الكمية يعد رسالة إلى الشبكات تهريب المخدرات بأن سلطات الموريتانية تحمي حدودها وأنها ساهرة على حماية هذه الحدود، والضرب بيد من حديد على كل من تسوي له نفسه إدخال هذه الكميات إلى البلاد. وأثناء مرافقة عناصر فرقة الدرك الوطني رصدت عدسة كاميرا الموريتانية حالة من حالات التفتيش أثمرت عن وجود حزمة صغيرة من المخدرات. إجراءات وتدابير مكنت من التصدي لظاهرة الجريمة المنظمة، وهو ما يجسد نجاعة المقاربة الأمنية الوطنية. الفاغا ولي الشيباني، قناة الموريتانية، النقطة الحدودية 55 شمال مدينة وادي بو.